نحن وين؟ نحن بالايرشو فيري اكسايتد ورح نبلش الايرشو بطريقه كثير غريبه وسبيسيال. متكلين تشوفوا طيارات بعد شوي، عبالكم تشوفوا طشه بعد شوي، عبالكم تشوفوا صواريخ بعد شوي، بس خلينا نبلش اول شغله وين؟ من الاوبيفان، محل ما حيال حدا بيعمل برودكشن، اكيدز دريم كوم ترو. جوات الاوبيفان شو بيصير وكيف 18 كاميرا بتصور الايرشو تيطلع على التي في. حلو، اذا اخذنا هيدا وركبنا عليه كمان عملنا فيه مشوار بالضياع. قولك حلو هيدا اذا اشتريت، اذا بيعونا هي بتبطل بحاجه لتسافر، تصير قاعد ببيتك بالرابيه بتسوي كل بلدان العالم. من لبنان للأردن. هاي، اهلا وسهلا. كيفك؟ اهلا وسهلا مرة الطيران. رح نعمل لك شو صغير هلا بعد شوي. بعد الاكل، بعد الاكل. بعد عزيمة الغداء. ايهاب بيشتغل مع دبي تي في، فعزمونا على هيك لقمة سريعة وبعدين في عنا سيربريز بعد دقيقتين. حبيبي انت عامل شيء؟ ما في اكل هلا. بس فرجة. شوفينج. عنا مشي كتير، رح ما نخبص وناكل شغلة واحدة. مكروني ان تشيز. امينة سريعة. ان جارليك فري. ربيع عامل دايت بيسكبو مرة. هدي ايهاب هيدا صحنك. مساء الخير، يعطيكم العافية. انا اسمي ايهاب الوزني، مهندس بالعربي نقل خارجي اوتسايد برودكاستنج. صلي بهالمهنة تقريبا 26 سنة بثلاث تلفزيونات مختلفة، تلفزيون الأردني، تلفزيون سلطنة عمان، حاليا تلفزيون دبي من 2005. رح أعطيك كويك شرح بسيط عن شو إحنا بنعمل وشو بنحضر للإير شو اليوم بهذه العربية. منفوت جوا بصير يلي كأنكم أخذتوا ولد صغير أخذتوه على ليجولاند. هيدا جوا هو حلم كل حدا بحب التي في والبرودكاست اند سو اون. ففيت هلا على اللي بسموه اوبيفان، يلي هو استوديو بيتفتح كله سوا، بتصير اوضه فدش نوم صالون استقبال كيتشن اند سو اون فور اوتسايد برودكاست اللي انتم بتشوفوه على السكرين تبعكم. من هون بيصير. هلا احنا بنشرح شوي عن عربه النقل. عربه النقل تتعدد باشكالها بانواعها باحجامها، هذه تعتبر اكبر عربات النقل موجوده في الوطن العربي. عربه النقل يقال عنها غرفتين وصاله هيك باللغه العربيه العاميه. الغرفة الرئيسية اللي هي الهندسية اللي فيها الأجهزة، الكاميرات، كل شيء هندسي تقني، تحكم بالكاميرات زي ما انت شايف عندك كل الصور في أماكن كاميراتنا الموزعة في كل المعرض. عندنا التحكم هون بيصير بكل كاميرا. For example أنا اخترت هذه الكاميرا، بتحكم بالصوت، بالألوان، بكل شيء عن طريق هذا الجهاز، بالإضافة للأجهزة الهندسية الأخرى. اسمحوا لي اشكره لايهاب يلي دغري قلت له بليز فيني اصور، قال لي ايه مش لا وبفيني وما بعرف وبحب. فثانك يو سو ماتش فور يور تايم، كثير مبسوط. عم بخبرنا عن ما ورائيات. انت بتقعدوا ورا التي في، بتحطوا بوب كورن، بتحطوا اجر على اجر، وبتحضروا شاشه. ورا الشاشه في ميات الاشخاص عم تتعب، الاف الامتار من الكيبلز، ميات الكاميرات، تعب، شغل، ركض، شمس، شوب، ستريس. تعال واحد هو يحضر وينبسط. مزبوط. تقدير لكل الاشخاص اللي عم تشتغل ورا الكواليس. هلا هون انا بسميه ديسيجن ميكر، هو صاحب القرار. شايف هاي الكبسه الحمراء؟ هاي اللي انت بتشوفها بالبيت. بس يكبس هاي الكبسه الحمراء بتشوفها بالبيت، هو اللي بيختار الكاميرا المعينه. بيكون في مخرج، بيكون في عندنا تكنيكال دايركتور موجود، بيكون في عندنا اوبريتور ينزل الجرافيك والاسامي في اي لحظه عشان تشوفها انت بالبيت. هذا باختصار غرفة العمليات. كم كاميرا اليوم في بالايرشو؟
اليوم انا عندي 18 كاميرا. اوكي 14 كاميرا موزعه في ارض المعرض، وعندي اربع كاميرات وايرلس استخدموهم للحركه بدون كوابل، كلها مربوطه باجهزه استقبال عندي في عربه النقل بستقبلهم، وهون بيكونوا داخلين على هذا الجهاز اللي هو بسموه الفيجن ميكسر اللي بيتحكم بالصور، وبالنهايه انت بتشوفهم لما نكون على الاوفر نكون بالبيت بتشوفها بالنهايه ساعه تنتين بعد ساعه تقريبا راح نكون على هاي القناه اللي هي سما دبي لنعرض العرض الجوي اليومي. في عنا البيك سكرين هون، في مين قاعد ورا المخرج هلا؟ الغرفه هاي مش بس مخرج وتكنيكال دايركتور، هون بقعد كمان بسموهم اوبريتر، سلو موشن اوبريتر، يعني بالرياضه انت بتشوف الاعادات، الاعادات بتتم عن طريق هاي الاجهزه. انا بقدر اعيد في هاي العربه 16 اعاده مختلفه، 16 كاميرا. انت في البيت عم بتشوف كاميرا عم بيصرخ عم يحكي انت وراي اعمل لي هيك انت وراي اللي هون بيكون عارف بطلوب منه انه يعيد هاي الكاميرا وهاي الكاميرا وهاي الكاميرا. فلما تيجي اللقطه مثلا بالفوتبول صار فاول بس احنا كنا على كاميرا ثانيه على الهواء وانت كمشاهد ما شفتها، بيطلب منه اوردر اعطيني الفاول، بيعطيك الفاول بعدتين او ثلاثه حتى تكون واضحه. وهيك الفار بيستخدم اللي بالفوتبول بيستخدم الاعادات منها، احنا بنعطيه اياهم بطريقه يشوفهم لما يعرف وين بده يطلع كرت احمر او هون. المخرج عنده 18 كاميرا وعيونه 10 10 يعني عنده 18 كبسه وبده تك 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 حيلا غلطه على الهواء ما في سكند شانس، ما في لايف، ما في وقت زيرو. احنا هذا البرودكشن انا زي ما حكيت لك يعتبر بسيط، احنا بنعمل اوردرات مثل كاس دبي العالمي بنهايه مارش اخر ساتردي، هذا بنحتاج فيه تقريبا 50 كاميرا مخرج واحد 50 ما شاء الله عليه، يس مخرج واحد الله يعينه هيز دوينج جود. بس احنا بناخذ اسبوع تحضير لليوم هذا اللي بنشوفه احنا بيوم، هو تحضير هذا نفس الشيء اخذ مني تقريبا تحضير من يوم الاثنين الماضي. احنا باي ذا واي السنه بنغطي اكبر معرض للطيران في تاريخ معرض الطيران، 1200 شركه تقريبا موجودين، حوالي 140 طياره موجودين لاول مره من تاريخ ما بلش معرض الطيران. راح كوفيد رجعت الحياه ان شاء الله. اول ذا بيست اميزنج بيوتيفل. بايرشو فيك تطلع درون؟ يعني ما عندك صور من فوق؟ اكيد لا اكيد لا اكيد لا، بس دام. بس عندي صور كفايه واجمل من الدرون يعني. خد لك المنظر احلى روعه كل المعرض عندك. نيجي للغرفه الرئيسيه بتحكم الصوت، الصوت كثير مهم مثل الفيديو. للاسف في كثير ناس بتفكر انه الصوره كل شيء، لا تخيل انت صوره بدون صوت مستحيل. الصوت هو لعبتنا، هو غير كيبل، هو غير 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 سيستم. نعم كل شيء صوت بدنا اياه ندخله من مكان الحدث بيدخل عن طريق هذا الجهاز، تتحكم فيه بالفيدرات مثله كانه فرقه موسيقيه عندك مثل اي شيء. احنا هون كمان بنلعب بالاوديو، صوت الطياره كيف يطلع كيف ينزل ما ياثر على المعلق، عندنا معلق عربي معلق انجليزي بنفس الوقت عم بيشاهدوا العرض عم بيعلقوا عليه مثل مباراه فوتبول، فكله هذا بتحكم عن طريق مهندس الصوت الموجود. عملها توزيع على كل انحاء العالم. شوف في شغل. اوكي فهي هذه لها بروسيجر طويله توصل عندك في البيت. ممرات طويله عشان هيك مرات بيصير عندك في البيت 11 ثانيه ديلي، لما تحضر فوتبول بتكون انت عامل ابلكيشن انك تشوف النتائج مثلا على المباراه، بتجيك ايه جاب جول بس بعد المباراه ما بين انه جاب جول، هذا هو السبب، انها بتمشي في خطوات عشرات الالوف مئات الالوف من الكيلومترات من ما توصل بيتك. فعلا قد يمكن مساحه بيتي، ومن هون كل الشغل بيطلع تيوصل لعندكم وتنبسطوا وتقولوا اذا انا قاعد برات البلد كيف فيني اشوف وكيف فيني اكتشف. في كثير اشخاص بتتعب، نحن اليوم هون تنقدرهم ومن هون بنبلش نبرم الشو. هذا اللي عم بتشوفوه بيربط الكاميرات، هذا بيربط الاوديو، هذا بيربط البيب، فكل شيء سيجنالز عم تيجيني من برا بدي ادخلها على الاوديو على العربي او اطلعها من هون لبرا عن طريق هذه اللوحات. هلا هيك لما نشغل الكاميرا بدها تحضير وتجهيز، نعمل لها بعض الموديفيكيشن بتصير تقريبا مقبوله للبث، نعمل مزج للالوان كله عن طريق هذا الجهاز. هذا الجهاز بمزج كل الالوان، احنا الالوان معروفه بالتلفزيون ثلاث الوان ريد جرين بلو، هم هذول الالوان كلهم موجودين في الحياه عباره عن خط بين هاي الثلاث الوان، فهون بنتحكم بنقدر نشوف الريد والجرين والبلو، نعمل تحكم على البلاك وعلى الوايت عشان تطلع صوره مقبوله للمشاهد. رائع. لا شو هالشباب اللي بتعقد، شو هالضحكه اللي بتاخذ العقل، خويت خويت خويت. مش بس هيك اليوم معنا ضيف سبيسيال كثير كثير مهم
اسمه ربيع. شافوك قبل شوي كنت عم تاكل تسيد بالاخراج. ايه ربيع مش لاقي لي الصحن كنت عم اقدمه. طلب مني حطيله اكل ما قلت لك. رح دوروا انا وربيع رح ننقي الصواريخ على ذوقكم، درونز غير شكل لمشوار، رح نشوف اي طيارات فيها تاخذنا من بلد لبلد، لان بتعرفوا البرودكشن عم تكبر كثير ونحن كثير صرنا هلا عم نسافر وين ما كان. يمكن هي طيارتك دخلك؟ لا لا مش يلا ايرشو ليتس هاف فن اند تور. اذا انت هون بالمنطقه بيبقى لحديت اخر الجمعه. سي يو. هيدي هي الايتر ايتر ايتر ربيع ربيع تاع انا وياك مثل التوبليرون شكله مش هي مش هي معك هات لندون اذا طيبين ميل هي زيتها هي زيتها فيري سكسي اند كول خرج قرشي ايه عم تتخيلها على الحجم الحقيقي هاي بسألك سؤال يلا عالسمع انا بس عم اتخيل يلي عم بيشتغل بهول وبسلاح الحربي وبهالاندستري كتير عظيمة شو بيوقعك اليوم الصبح وبيصلي يا رب يصير في حروب يلا مين
عم تقول لي عن هول شو بيقولوا الصبح لما يوم في اثنين بهالدنيا بيتمنوا لك الخير، امك على بكره الصبح بقول الله يخلي لي ابني، ومين الثاني يا شاطر؟ شركة الاسيرانس، شركة الانشورنس. ان شاء الله ما يصير لهم شيء يا رب، هول الاثنين اللي بيحبوك. سيارتك وين بعد ما قلت لي؟ يلا واصل 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 ايه؟ واصل اخوة المحل نفاش فولتون لسيال ولا اكل مين الوقت بيكون؟ بعدنا على الاكل انا بليز بشرفك انت اكلت هون كثير منك على الاكل الاكل ما كان طيب هون كيف هيك طب نحضر الشو قبل نحضر الشو قبل انا بشتغل باللوجيستكس تبع الايفنتس حاليا هلا اشتغلنا على اللوجيستكس تبع دبي ايرشو اللي هو اكبر معرض طيران بيصير هون بالمنطقه ومثل ما شايف كل هالطيارات والسبير بارتس جبناهم من كل بلدان العالم ووصلناهم على دبي حتى عملنا الاكزيبيشن يعني وبتعرف صار لنا شهر ونص عم نشتغل سؤال جواب قديش بتاخذ لواحد يقدر يعمل هيك معرض يعني اليوم رجع رح نشوف طياره واقفه قديش بدها قديش الطياره بتدور على الوقت تصف بين اثنين يعني هون اللوجيستيك كلهم سوا قديش اخذ شيء يعني تقريبا المعرض عم نحضر له من 6 اشهر بلانينج و ونحضر الروتين تبعهم ونوقفهم على المدرج وحتى الاكزيبيشن اللي جوا الايتمز اللي بتجي بيجي فوق ال 10,000 بوكس كل وحده طن وطلوع يعني 100% فكل وحده بدها سبيشال نوليدج ايمتى بدها تتسلم ايمتى بدها تتخلص كيف بدها نحطها على الستاند شو وين بدها تجي وفي كله في تايم لاين كثير دقيق يعني فلازم نلتزم بكل هالقصص نحن حتى نقدر ندلفر المعرض ست اشهر شغل اوكي بكره بفلوا الناس وبنبلش نفك قديش بدنا فك يعني هلا نحن معنا 5 ايام ما بعرف شو بدنا نعمل شغل 6 اشهر للبل ب 5 ايام للبريك داون بس يوزوالي وي دو ات يعني وصلنا تقريبا مور ذان 20 ييرز بنعمل الشغل اللي انا فيه فا شبيب تلك الشافي من لبنان نعم بالدم الوطن محمد ما بيحكي عربي هو من هند from India وبيحضر كل فيديو وشغله كتير حلو قال لي اياها قال لي حتى لو ما بفهم عليك شيء بفهم شو بتعمل وبحب كتير احضر فيديوهاتك لانه بحب الاكل تبعكم please watch his vlogs subscribe to his vlogs share it and thumbs up yeah the best انتو برسبكتيف اذا عملتوا تعرفوا قديش كبر دولاب الطيارة هلا قديش كبر تحت الطيارة شغلة كتير كبيرة هيوج ستوب
جورج هيدا مثلا سقت واجت غطت هون. هيدي الطياره اللي حكيت متاكده مثل الليجو جبناها بيسز بالكونتينرز وركبوها هون اون سايت بس اتس ريل ريبليكا على الاصليه حتى توصل. قبل شوي شفنا موتور بوينغ 777 هيدا بوينغ هيدا الموتور تبع الـ 880 قديش عالي نو يوصل له قديش كبير السيارة كيف شفها هيوج واضح لا بناخذ الباراشوت وبنركض وبنركض وتخيلوا وبننزل وبننط وبنصير برا عبيرك مطمئن؟ Amazing experience, thank you so much. Hi brother.
هذه الطيارة هالهليكوبتر هي بلاك هوك تاب. هي أصلية الأوريجينال بتكون هونيك، هيدي ما إلا جانح هون، تم تطويرها بالإمارات، صنعوا لها هذا الجانح وأخذوا عليه براءة الاختراع شركة أمرو اللي تابعة لحكومة أبو ظبي، وركب عليها هالأسلحة كلها. هي بالأوريجينال اللي بتجي ما عليها هذا الشيء كله. Yeah, so the MC-208 was built by a company in Titusville, Florida, called Mag Aerospace. At the time, I've moved on from that company, but at the time I was the director of operations for Mag's integration division. Beautiful airplane. I took this plane from design through completion, flight testing. I actually picked this airplane up at the Textron factory in Kansas. So it's what does it do? So it's an ISR and precision strike aircraft. It's surveillance package, and as well as a strike package for close air support, and is capable for airdrop and a few other things. It's a true multi-mission aircraft. Anthony, نحضر أفلام نشوف طيارات جاي صاروخ بينفجر. هلا عرفت اللعبة والقصة كلها مزبوط. الإنجنييرينج تبعها تعرفت على شخص اللي هو إنجنيير تبع هاد نوع الطيارات تبع هيدي البلاك هوك خاصة. سألته شو هيدي السفرة هون، أنا فكرتها كاميرا أول شيء، قال لي هيدا سنسر وفي منه على كل الطيارة، وزع منه كذا واحد. هذا السنسر شو بيعمل؟ اذا جاي صاروخ على الطياره دغري بيعطيك خبر من جوا انت وقاعد بقلبها، وساعتها بيشتغلوا كل الديفنس، الاسلحه الديفنس تبع الطياره ضد الصاروخ اللي هي عباره عن نوعين. تعال فجي تعال، حاسس حالي بعرف اكثر منك. عندك هول الاثنين ماشينز. الصاروخ لما يكون جاي على الطياره بيلحق الحراره تبع هيدا الانجن اللي هون، الحراره اللي طالعه من الطياره بيلحقها الصاروخ وهو جاي يفجرها. شو بيعمل؟ هدول المكنات بيطلعوا حراره اقوى 3 مرات من الحراره تبع الانجن. فشو بصير؟ الصاروخ بدل ما يلحق الطياره بيلحق الحراره اللي طلعت من هدول الماكينات الصغار. وشغله ثانيه كمان، الصاروخ في طريقه ثانيه بيلحق الطياره فيها اللي هي الرادار تبع الطياره. فعنده المكنه بتخلق شبه الطياره هي ذاتها مثل فيرتشوال رياليتي حاده. فالصاروخ بدل ما يكون جاي على الهليكوبتر بيلحق الطياره الفيرتشوال وبفل وبيبعد عن هيدا. هيدي كثير 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 بتطور الطياره.
هيدا هو الشو، هيدا هو الشو، فيكم تجوا تزوروه اذا بتحبوا الطيارات، اذا بتحبوا كل الاجواء كثير حلوه كانت. قهوه ما شربنا، مي ما شربنا، واكل ما طعمينا، هيدا اللي بتذكره من هذا النهار، وان شاء الله تكون انبسطتوا بالبارمه. تفضل. ايه تفضل، ايه تفضل، ساعات فلينا تفضل للتاريخ.